يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقسيم علم التفسير إلى تقسيم تفسير بالمأثور، تفسير بالرأي، تفسير موضوعي، تفسير وتفسير إعجازي، هل هذا تقسيم صحيح؟ القرآن لا يفسر بالرأي، من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. القرآن ما يفسر بالرأي، كلام الله لا تفسره برأيك، لأن يعني رأيك عرضة للخطأ فتقول على الله ما لا تعلم. لا يجوز أن يفسر القرآن إلا بوجوه التفسير المعروفة عند المفسرين، وراجعوا في هذا أصول التفسير، في كتب مؤلفة في أصول التفسير، قواعد للتفسير، ما هو التفسير عبث كل يفسر، لا، التفسير له قواعد وله ضوابط وله أصول، وهذا مدون في أصول التفسير ومذكور في مقدمات تفاسير المعتبرة، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، مذكور في مقدماتها كيف يفسر القرآن. فلا يفسر القرآن بالرأي أبدا، ولا يفسر بإيش؟ موضوعي وإعجازي. موضوعي هذا أمر سهل، الموضوعي يقولون يجمعون الآيات اللي في معنى مشترك يفسرونها، هذا سهل، هذا الموضوعي. الموضوعي أنهم يجمعون الآيات التي في موضوع واحد ويفسرونها، هذا أمر سهل. وتفسير الإعجازي، الإعجاز هذا من القول بالرأي، هذا من التفسير بالرأي، ولا يجوز أن نفسر كلام الله بما بالنظريات الحديثة والكشوفات الحديثة، لكن نقول لعل هذا من معنى الآية، ما نجزم. نعم.